زكي زكي، تيجي تساعدني من المذاكرة؟ انت تقرا من الكتاب وانا اكتب وراك، بس براحة عليا. اذاكر لك قشطة، تعال. وهكذا انتصر المسلمون نصرا عظيما. وريني بقى كتبت ايه يا باشا. ايه الخط ده يا ابني؟ هو بتكتب عربي ولا هيروغليفي؟ قلت ايه؟ ما خدناش الهيروغليفية دي في المدرسة. الهيروغليفية من اللغات اللي استخدمها المصريين القدماء اللي هم أجدادنا، ومفردات اللغة دي عبارة عن رسوم بتعبر عن معنى الكلمة. فلت اللغة دي عبارة عن لغز ومجهولة لحد فترة قريبة. سنة 1799 وصلت الحملة الفرنسية للرشيد جنب البحر المتوسط، واكتشفت الجنود الفرنسيين هناك حجر سموه بعد كده حجر رشيد، وعليه كتابات مش مفهومة. فضل العلماء يدرسوا الكتابات ديت واكتشفوا انها مكتوبة باللغة الهيروغليفية واليونانية ولغة تالتة كمان، ولما قارنوا اللغات دي مع بعض قدروا يفهموا مفردات اللغة الهيروغليفية. طب هو ازاي نتكلم بالهيروغليفي؟ طبعا العلماء لحد دلوقتي ما يعرفوش ازاي ينطقوها، ولو كان في تسجيلات ايام الفراعنة كانوا هيسيبوا لنا اشعار ومسرحيات وحاجات كتيرة قوي باللغة الهيروغليفية، بس مفيش غير الكتابات ديت.